ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتوفير الدواء الآمن في مملكة البحرين، تم تطوير المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية تحت مظلة صندوق الضمان الصحي، وذلك بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في المملكة. ويأتي تطوير المخازن المركزية للأدوية ضمن توجه الحكومة لتنظيم صرف الأدوية والمستحضرات الصحية، بما يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص. المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية التي جاءت تحت مسمى مركز شفاء للتموين الطبي الوطني، مركز تم تطويره بالكامل من قبل المجلس الأعلى للصحة إيمانا بأهمية التطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المملكة، ليصبح هذا المشروع الحيوي صرحا شاهدا على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يمثل أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الدوائي لمملكة البحرين. طبعا اللي بذكره أنا أن المخازن الطبية المركزية تحتوي على تقريبا 4 إلى 5 مخازن كبيرة تحتوي على مواد طبية وأدوية. عدد الأدوية والمواد الطبية 11,000 صنف، منها 1,500 إلى 1,700 نوع صنف من الأدوية، والباقي المواد الطبية. تتوزع هذه على عدة مخازن. في التحديث اللي شفناه اليوم المخازن الطبية، طبعا التطور اللي حاصل هذه يطور في المنظومة الصحية، وطبعا يقدم خدمات ممتازة إلى المواطنين وسهلة وفي متناول الجميع إن شاء الله. هذا المشروع المهم يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المخازن الطبية المركزية إلى المجلس الأعلى للصحة، حيث تم وضع استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع، كما وستنعط بالمخازن المركزية تفعيل نظام فعال لتتبع المشتريات لتسجيل بيانات المخزون ووضع نظام لإدارة المخزون وصرف الدواء لدى الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية، والتدقيق على عمليات المخزون المركزي والصيدليات والأقسام الأخرى المعنية. شفاء للتموين الطبي هو المخزن المركزي لمملكة البحرين، اللي من خلاله نقوم بتوفير المواد والمستلزمات الطبية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وأيضا إلى الصيدليات الخاصة. وهذا يرسخ التعاون الكبير بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يساهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين. طبعا احنا في قسم المشتريات احنا نشكل قسم رئيسي في شفاء للتموين الطبي الوطني، نقوم بدراسة الكميات لكل المواد اللي موجودة سواء أدوية او مواد طبية. وضعنا خطط جديدة لتحقيق هدفنا، وهو تقليل صفر المخزون. الحين إذا تلاحظ يمكن بسبب الإجراءات الحديثة اللي قمنا فيها قللنا صفر المخزون إلى أقل من 10 مواد في الأدوية، وجار العمل طبعا على المواد الطبية الأخرى. وتسهم المخازن المركزية في توفير المواد والأدوية الأساسية والمتخصصة اللازمة للمرضى، وتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الاحتياجات للمترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار تحقيق الارتقاء المنشود بالخدمات الطبية المقدمة للجميع، بما يعزز حجم الجهود المخلصة المبذولة والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية وصولا للأهداف المنشودة. يأتي تشييد مركز شفاء للتموين الطبي لتقديم رعاية صحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ما يسهم في تحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية على مستوى عال من الجودة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.